مع الوقت ممكن تتحول تفاصيل المنزل لأمور مملة بسبب تعود أصحاب البيت عليها، لكن بإمكان ست البيت وبأمور زينة بسيطة تضيف حركة على الديكور لا تعطي شوية حيوية. اليوم رح نتعرف على صنع ورود للتزيين مع ضيفتنا مصممة الأعمال اليدوية فرح شعبان، يلي آية صارت موجودة معاه. صباح الخير فرح. صباح النور. تفضلي يا آية. يسعد صباحك فرح. صباحك. أهلا وسهلا فيك معنا. طاولتنا هيك اليوم هيك مليانة ورود، مليانة ألوان حلوة مثل ما عم نشوف أكيد نحن وياكم. بداية فرح، خبرينا شو هالقصص اللي موجودة معنا؟ هلأ هي عبارة عن زينة نحن بنحطها على الحيطان، يعني أكثر توجه أنه بتكون على الحيطان. أوكي. فينا ممكن نساويها كلوحات مثل هي اللوحة واللوحة اللي تحت. تمام. حتى من جديد صايرين عم يعملوا مثل أسماء البيبي وعم يحطوا كإطار ورد من الورق بس بقياس أصغر. هلا مثلا مثل هيك اللون فينا نستخدمها لحفلات الخطوبه. هي هيك كنا هلا عم نحكي تحت الهواء انه هي امتن شيء يمكن. تمام. هلا نحن عندنا كذا نوع من الورق. انا فيني اعمل مثلا من الورق الاي 4 العادي. اوكي. فيني اعمل من ورق الكرتون اللي مثل هاد، وفيني اعمل من ورق مثل هيك بيجي سميك وله لمعه. هذا أوكي. بيجي اتقل انواع الورق. تمام. وهو اللي بيضاين فتره اطول. هي هي الفكره انه هدول القصص بتضاين معنا فحسب بقى نوع الورق المستخدم. يعني انا اذا بدي زين حيط مثلا لفتره سنه سنتين مثلا اشر عندي الحيط او رايح اللون بيضاين، بدي استخدم لك بدي استخدم نوع ورق يكون سميك. اما تمام. اذا بدك مثلا حفله بسيطه يوم يومين استخدمي نوعيه اخف. تمام. شو الاقرب لقلبك انت؟ شو بتحبيه اكثر شيء؟ صراحه هذا النوع. لأنه كمان هذا اجت عيننا عليه اول شيء لانه غيره بيجي بهر مع الوقت. أوكي. وبيتوسخ بس يمكن بسرعة. كالوان وهيك مثل ما عم نشوف نحن وياكم. تمام. هيك الالوان ألوانهم حلوة، ألوانهم تعطي فرح. تمام. هدول أو حتى الزهر اللي هون. تمام. هو على حسب المناسبة. حلوة. مثلاً هدول خرج عيد ميلاد، هدول حفلة خطبة. إذا أوكي. لون أزرق ولادة. طب أنتي قلتي إنه نحن فينا نحطهم هدول على 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 الحيطان مثل ما كنا شفنا اللوحة اللي موجودة. في شيء ممكن هذا نستخدمه نحن على باب البيت او إلى استخدامات اخرى ممكن فينا نحطه على باب البيت؟ بس بتصور انه اذا حجم اصغر احلى، يعني اصغر يعني شوي كبير. لا لسه مثلا مثل اصغر الحجم. آه مثل هذا الحجم مشان نعمل كذا ورده. ايه. بيجي احلى اذا مصغر الحجم. هدول مثلا لحيط اكبر. أوكي. او مثلا ورق مكتب. طب شيء مثل هذا غير هلا هذا غير نوع من الورق. هذا بيجي ورق سكري كمان له لمعه. هذا من احلى انواع الورق. هذا نفس هذا بس هذا اسمك. هذا بيجي اخف. تمام. اخف سماكي. حلو غريب كثير حلو لونه. وانا شوفي هلا انا مكنرته بلون ذهبي. هذا بيجي قلم ذهب مثل هذا. تمام. بعد ما قص الورقه بكنرها بهذا. وفي مثل هي الورده كمان نفس الشيء. طيب نحن اذا حابين نتعلم نجرب هيك نعمل هدول الورود نحن بالبيت، اول شيء خبرينا الادوات اللي نحن بنحتاجها وحنتابع هلا مع بعض كمان خطوات فرح رح تخبرنا اياها. تمام. لحتى نصنع مثل هيك ورود. هلا اول شيء انا بطبعهم طباعه من جوجل. هدول تامبلتس اللي انا بشتغل عليهم، يعني مثل ما لك شايفه هي مثلا. هدول انا بقصها بطبعها على ورقه. اوكي. نحن طلعتيها بس اخذتيها انا باخذها جاهزه مثل ما هي، ما شاطره بالرسم صراحه، فبطبعها طباعه وبعدين بجيب الورق وبحطه ورا الورقه الاساسيه. تمام. وبقص عليه الاحجام. أوكي. مختلفه. هلا مثل ما لك شايفه الورده مثلا بتختلف، اللي برا بيكون اكبر من اللي جوا. تمام. كل ما فتنا لجوا فانا على حسب بدي الحجم اكبر لاصغر لاصغر. اول طبقه بنعملها مثلا 5 بتلات 6 بتلات. بعدين كل ما فتنا لجوا كل ما احتجنا عدد بتلات اقل. تمام. هلا هي أوكي. اول خطوه انا قاصصهم وهيك بالبيت انه هيك يطلعوا كلهم متناسقين. تمام. بعضهم مثل ما بدك لانك انت عم تمشي على نموذج معين. تمام. فعم يعطيكي النتيجه الصح بالمقابل. أوكي. هلا انا قاصصتهم مسبقا بالبيت بعد ما قصيناهم. هلا نحن اول خطوه بدنا نعملها كم وحده نحن بنحتاج تقريبا؟ يعني هلا اذا نحن بدنا نعمل مثل هذا الحجم الطبقه الاولى بتاخذ شيء 5. اوكي. الثانيه 5، الثالثه 4، اذا بدنا نكثر كمان ممكن نوصل 3 2. يعني يعني مثل الورده من قللها من قللها. تمام. مثل الورده اللي بالطبيعه انه سبحان الله بتلاقي هيك اكبر اصغر اصغر. يعني اي نفس الفكره. نحن عم نحاول نقلد الطبيعي. تمام. يعني. تمام. هلا هي البتلات انا بعد ما قصيتهم بدي اخذ المقص بدي قصهم من هون. اوكي. ليش يا حزرك؟ سؤال صعب صراحة. يعني أنت عم تحرجيني.
والله آسفة. لا لا أبدا. هلا هذا الشيء عملته أنا مشان أعطي البتلة مشان أطوي هي على هي. جاي قول أنت ما عطيتيني فرصة ما عطيتيني فرصة. أنا حسيت بدك تحكي في قلب الشاعر. تماما. بدي أتني هي على هي مشان تعطي هي الثانية، يعني شايفة مثلا هون كيف؟ أنا بدي أعطي هي الثانية فمشان تطلع عندي الثانية. تمام تمام. بدي أما إذا تركتها هيك بتطلع الوردة ما كثير حلوة. صح. فهلا أنا بقص بعدين بحط سيليكون. أوكي. وبتني هاي على هاي. قد تاخذ تقريبا معك وقت الورده؟ يعني هامه عليها وقاعده قاعده وحده شي ساعه مو اكثر، بس بالبدايه كثير يعني كنت بدها وقت اكثر. طبعا بصير الواحد هيك خلص. تمام. هلا بعد ما تنيتها انا بستخدم اي شيء دائري مثلا مثل هي، هي عباره عن ريشه محبره. أوكي. انا لقيتها وبتني الورده فيها هيك مشان تعطينا كمان هي يعني هي الميل. هلا هي نحن اللي عم نعملها هي بتشبه هي. ايوه بتشبه هي. ونفس نوعيات الورق حتى بس غير لون، نفس اللمعه ونفس السماكة. اوكي. هلا انا تنيتها فيكي تتنيها بقلم عادي مثل هذا، بس شوفي القلم بيجي مضلع فانا مشان لا انت اخترتي ما هي. صح. ما تعطي تحزيزات هون. اوكي اوكي. نقيت هي. تمام. هي نحن لما بدنا نتنيها بنتنيها بهذا الشكل، بس مثلا في هي اللي عم نشوفها هون هي اللوحه هي. كامله فيني اطلعها هيك انا نشوفها بشكل اوضح. اوكي هدول التنيات كانه هلا هي التامبلت تبعها غير هي، يعني مثلا شوفي هي، هي عباره عن هي هي معرجة بالأساس. فأنا أصلاً بس تنيت الطرفين اللي على جنب. أوكي. طرف هاد وطرف هاد بالنص ما تنيت. تمام تمام. فهو بتختلف حسب نوع البتلة يعني. أوكي. إيه هلا طبعاً أنا بدي أشتغل على قاعدة، القاعدة حتكون هي دائرية. دائري. أنا بقصها على سي دي عندي إياه بالبيت، يعني أي شكل سي دي هاد حطه. أوكي. على ورقة وبقصها على الشكل الدائري. هي الدائرة اللي بدي ثبت عليها. هلا بح افتلها لورقة وبحط السيليكون من هون من تحت. تمام مشان تثبت. مشان تثبت وبحطها هيك. اوكي تمام. طب نحن هيك قطعه عندنا تكون بالبيت او اجتنا هديه او اي شيء، انا كيف فيني احافظ عليها؟ هلا اذا نوعيه ورق سميكه مثل هي انا فيني بنفاضه مشان هيك نشوف مع بعض نحن وياكم نقدر نشوف. فيني بنفاضة غبرة عادية أو بممسحة لطيفة يعني إنه أمسح ونمسح. أوكي. بس إذا نوعية الورق الأيفور أو الكرتون بصراحة ما بيتنظفوا. ما بيتنظفوا. يعني صعب لهيك عم أقول لك الأيفور والورق العادي. يعني هيك بتنبسطوا فيهم لفترة معينة. تمام. أيوه. لفترة بسيطة كتير إنه مثلاً حفلة وبدي قيمة. أما إذا بدي إياهم مثلاً زينة مكتب أو زينة حيط. يضيعوا وقت أكثر بدنا نغير نوع الورق. تماماً. هلا أنا هون عملت غلطة، شو هي يا حزرك؟ إني ما تنيتها. أوكي. ما عم تحزر. نفسها. تمام إني ما تنيتها. تمام. هلا انا هيك بقى بكمل وحده ورا وحده. اوكي. ضل عم اتني وقص وطبقهم فوق بعضهم لتخلص الطبقه الاولى. بعدين بنروح للطبقه بعدين بنروح للطبقه الثانيه. اوكي. هلا انا ما حكمل على الاخير، حورجيكي. تمام. ايه نحن بس الفكره العامه عم ناخذ. تمام. هلا هي كل وحده فوق الثانيه. هلا فيكي هي فلتت، فيكي تحطيهم فوق بعضهم. فيكي تتركي بيناتهم فراغات حسب شكل الورده اللي انت حاببتي. وهي كمان هلا اللي عملتيهم هون انت مو تاركه فراغ كثير. اي ماني تاركه فراغ. لا اللي مثل هي. اي في شيء بس مثلا مثل الكحلي هديك مثل الكحلي هي تاركين فراغ اكبر. اوكي كل حدا تمام على حسب ذوقه. تمام. هلا هي فلتت وما تركت مو مشكله. انا رح كمل بهي عشان ورجي النهايه شلون. هلا هي انا مساويتها بالبيت جاهزه. وصلنا لهي المرحله. وصلت لاخر طبقه اللي هي النهائيه. قلت لك انه ممكن بس ثلاث بتلات استخدم فيها. هلا هي رح لزق الاولى، حاول لزقها بالفراغ اللي بين كل تنتين مشان تعطي جماليه اكثر. اوكي كنا فرح حكينا على استخداماتها وانه وين ممكن نحن نحطها لو حدا حابب يحط هيك شيء يستخدمه انه يحطه برا مثل ما اتفقنا برا البيت او على البرندا او اي شيء يعني هيك يغير شكل خلينا طبعاً. نقول بالبيت. هلا انا هون بيكون في طريقه ثانيه يمكن لحتى نحافظ عليها مع انه بالبرندا مثلا. هلا صراحه مع الظروف المناخيه مثلا الشتويه صعبه كثير صعبه. اي اما بالصيف ممكن، بس قلت لك مع نوعيه ورق اسميكه يعني. أوكي. انه اما النوعيه البسيطه ما رح يمشي الحال. هلا انا مره طلب مني وحده قالت لي حيط بيتي قاشر وانه بدي ساوي شيء انه غطي، فطلبت مني ساوي لها انه هيك. تمام. ساويت لك. هلا انا طبقت الطبقه النهائيه، بقي بقى بدي احط نحط هي شو بيسموها ما بعرف شو خلص هي يعني كمالت الورده. انا صيدلانيه صراحه بس نسيت يعني اسمها لازم اعرف اسمها، يمكن المياسم والابر هيك شيء اسمه. بدنا نكمل هدول. هي حتعملي نفس هذا الشكل صح؟ ايه. هلا هي بلا هي بصراحه ما بتعطي جماليه يعني. شوفي هي منظر هيك بتحسيه ناشف. تمام. وبالذات انه هي حتى هدول احلى يعني. هلا هي حلوه اللي اكيد اللي عم نشتغلها، بس لما نحطها
هيك شكل. هو انا بشتغل ورد شعر فطبقت حاولت ادمج هي مع هي. أوكي. يعني جبت الورد اللي بتساويه على القواص وحطيته بقلب الورد. يعني برافو عليكي فرح، عم بتقولي لنا انه انت صيدلانيه بس عندك يمكن هي هي الموهبه فانه هو احسن مع الواحد وقت الفراغ يعني. تمام، وقت الفراغ الواحد عم يمليه ضروري بشي بحبه. وعلى فكره كله على اليوتيوب يعني. يعني انا ما فتت دوره ولا وكله تمام. كله تعلم ذاتي. هلا النصانيه شلون بنعملها؟ انا عندي بجيب الطبق انا ذهبي بعملها دائما مشان تطلع احلى. بجيب الطبق بقصه مستطيل مثل ها، بعدين بطويه بالنص وبلش قصه هيك. هلا انا مبلشه فيه قاصص اوكي طول. بس بدنا نكمل تمام. بعدين بدنا نلفها. هلا انا ما راح اكمل على الاخير، ونحن بنحاول نعملها طبقتين، يعني بنحاول نعمل الجوانيه مثل هي، جوانيه قصيره والبرانيه طويله، فانا عامله الجوانيه مسبقا بس راح لزقها على البرانيه. هي نفس الفكره كمان عاملين الجوانيه. تمام. انا بس راح بس نشوف، بس بدك اياها قولي لي. هيك قدامي. تمام. هلا انا بحبلش اتني هيك. أوكي. هو يعني يفترض انه انا مثلا حاول احطهم على قلم او على ملقط واثنين مشان ما يعني مشان يضلوا على سويه واحده، بس هلا مشان السرعه رح اتني هيك. احترقوا ايدي. اوكي، انت ما حتكبريها اكثر من هيك ما؟ هلا انا مشان السرعه ما حكبرها، بس نحن فينا مثلا مثل هي اكبر طبعا، فينا حتى نعملها يعني. فيكي تعمليها بنص ورقه، بنص ورقه كامله مثلا هي. هي كلها فيني اثنيها عم تطلع كبيره وتطلع حلوه. حتى اللي هون عملتيها يمكن هي البيضة اكبر. ايوه هي اكبر شيء من هدول. تمام. هلا هي انا هيك خلصتها. تمام. هلا بدنا نثبتها. تمام. هلا بحاول اني هيك رصها شوي. بتعملي شوفوا هي الحركه مشان تفرد. تمام مشان افردها. هي شوي طلعت فاشله الصراحه يعني معلش بس لانه على السرعه. على السرعه. انتوا شوفوا هدول، لا تشوفوا هيك. هلا من تحت بحط لها سيليكون. اوكي وخالصين. وخالصين وبحطها هون. تمام. اوكي خلينا نشوفها مع بعض. هلا هي يعني اشتغلناها هيك يا جماعه على السرعه. ايه على السرعه لازم تطلع. على السرعه. تمام. بس هي مثل ما كنا ورجيناكم الامثله الثانيه. هلا السيليكون بضل ملزق طبعا، نحن عم نضل عم نضيف. فهي النتيجه النهائيه. يعني يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك. وشكرا على هالشغل الحلو والافكار اللي هي بسيطه بس عن جد بتعطي جماليه معينه. يعني اهلا وسهلا فيكي فرح، وبانتظارك ان شاء الله بلقاءات قادمه. الله يسلمك. نحكي بقصص. شكرا لك، تشرفت بوجودي معكم. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. الله يعافيك.